نشوف في جولتنا دلوقتي بارتيشن للمنتجات الخشبية الحقيقة، منتجات رائعة جدا، نشوفها بالتفصيل مع العارضة الأستاذة هدى السيد. أهلا بك يا أستاذة هدى. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة المحور كلها، كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بك. إحنا شايفين بصراحة منتجات يعني فوق الوصف، نتعرف عليها يعني منتج منتج مع بعض. ربنا يخليك. إيه بقى المنتج ده؟ أنا منتجاتي كلها خشبية من جذوع الشجر. فأنا البداية كانت أن أنا عايزة أعمل لفظات جذوع الشجر، فعملتها بالشكل ده اللي هي حضرتك شايفة ده. دي جذوع الشجر، أنا بحب شكلها كده الطبيعي بتاع ربنا. فروحت المخرطة دورت على خراط أن أنا أعملها عشان تقطعها وكده، فقطعها لي، بدأت أحطها، فقلت طب ليه ما أحطش فيها تاتشات صغيرة كده تغير من شكلها. إيه التاتشات بقى اللي هنا؟ هنا ده خليتها بالخشبة زي ما هي، دي الثمرة زي ما هي كلها كده. دوبك اديتها حماية عشان ما تشقاش ما تطلعش. ديت قشرتها فبقت كده متقشرة تمام، لكن انا ما عملتش فيها اي حاجة. بعد كده قلت طب ليه ما غيرش، عملت الفازات، عملت كل انواع الفازات كده منها. فقلت طب شوية شوية، طب انا عايزة برضو هجدد بقى من نفسي اعملها حاجة تاني. بدأت اعمل مقلمة، اعمل كاس، مبخرة. بعدين طب ما نشوف بقى، ما نشوف المنتجات دي فين. مقلمة اهي، المقلمة اهي، دي مقلمة، دي مقلمة خشبية. دي من بواقي الخشب، ما بنرموهوش بنستخدمه. بواقي الخشب، بواقي الخشب. ممتاز. اروح عاملاه كده اهو، دي الثمرة اهي كلها اهي تمام. نشوف عملت منها مدفع رمضان، ده خشب طبيعي ما جيتش جنبه، يعني لسه ما اشتغلتوش وما عملتش فيه اي حاجه. انا بسيبها عشان اعرف الناس. انا شايف حتى لسه في دهان او لا ولا اي حاجه، هو جذع الشجره بس. فانا سايباه كده عشان اعرف الناس منتجي وهو شكله ايه وجماله بيبقى ازاي. عملت منه الكاس الجميل ده، شوف كده اهو، ده شغل الخشب برضو. بص شكل الثمره، انا مش حاطه فيها اي حاجه ولا لون بني ولا حاجه، من عند ربنا بس. انا كل اللي انا بعمله ان انا بحط ماده تحميها، يعني تحميها من العوامل الجويه مش اكتر، ما يبقاش فيه تشقق مثلا للخشب او حاجه زي كده، وتعيش مده كبيره لانه من الطبيعي. دي بيتم زي ما نسميها كده خرطها مره واحده على الخراطه. بالظبط كده، على المخرطه. المخرطه. فبصراحه يعني بدانا نتكلم انا بقى والصاحب المخرطه، هو انسان جميل قوي اسمه عم عبده. فانا بقعد مع عم عبده، طب ايه رايك نعمل ايه، نكمل ايه. عملنا انا خلاص نشتغل شغل العرايس، نعمل عرايس. فالعرايس بدات الونها، فقبلت الالوان بقى شكلها جميل. زي ايه بقى مثلا؟ زي العرايس كده، العرايس ديت، العرايس ديت اهي، بس طبعا مدلعينها شويه بالالوان بقى عشان واضح تتناسب مع العصر. دي قطعه واحده، دي قطعه واحده. يعني هي قطعه واحده والمخرطه بتاخدها بالزبط. بقى دايره اكبر اصغر يطلع الشكل. شغل مخرطه، بعد كده اطلع انا بقى اصنفرها واحط لها بقى المعجون وابتدي الون فيها. انا شايف حتى اللي احنا بنتكلم في منتجات صديقه للبيئه، كلها صديقه للبيئه، كلها خشب، كلها خشب، كلها خشب. عملت بقى الشيخ البلد والعمده زي ما حضرتك شايف كده. بس بقى بعمل منه يعني ايه رفيع وتخين، بحيث ان هو شكل كاركتر شويه بس واخد الراجل مثلا المليان عندنا في البلد. او الراجل الرفيع. دي عربيه ترمس دي، ودي عربيه ترمس. ده ترمس ده فعلا، ده ترمس فعلا، وده فول، وده حمص. كلها حقيقي. ودي برضو ده ترمس وده ترمس. والقلة بتاعتنا واللي قدام دي بنحط فيها حلبة، بيتحط فيها حلبة. تمام. وطبعا تمام. شغل المخرطة بقى، الرجلين بتاعتها والعجلة زي ما حضرتك شايف. فده كله ما جاش من يوم وليلة، لا ده أنا أخدت كورسات، بدأت إن أنا أدرس أشوف إزاي أوصل للمرحلة ديت، إيه التقنية اللي عندنا. فاخدت كورسات، رحت بقى اتعلمت الرسم، لان انا موهبه، مش دارسه فنون جميله او اي حاجه. لا ما شاء الله، امال لو دارسه بقى يعني. ما شاء الله عليك يا استاذه هدى. ربنا يخليك. تمام. ده عربيه بطيخ اللي هناك دي، دي عربيه بطيخ. وبعد كده رحت حاطه لها ديت الصوت دوت عشان اخليها تدخل يعني رمضان. دخلت التكنولوجيا في الموضوع. ده بقى جوزي ساعدني فيها، دخل التكنولوجيا. دي عربيه فول، حط الإزازة الفول، إزازة الزيت، وحط العيش، حط له هنا حبة بركة، هنا حط له سمسم. وديت اهي شكلها القدرة، دي قدرة الفول، قدرة الفول، فبتبقى شكلها كده هو.
تمام بالظبط، ده يعني نفس المنظر بالظبط. عملت كمان الست المصريه، انا كنت عامله اشكال كتير قوي بس يعني الحمد لله اتباعت. الحمد لله. اه فديت ده رز ده؟ ده رز. ده رز، رز حقيقي. ده رز حقيقي. لا مش خشب، لا رز حقيقي. عملتها كده اهوت بالشكل ده، عملت جميع المقاسات والاحجام. بس انا شايف ماده بتلمع، يعني الماده اللامعه دي حاجه بتضاف على الخشب او المنتج في النهايه بعد ما بتخلصي. انا بلونها الاول، بعد كده لازم اديها بقى ماده الحمايه ديت، تعزلها وتعزل الخشب، لو جت اي ميه عليها ما يتاثرش. يعني اللون دي بتفضل محتفظه بلونها ورونقها ده باستمرار. بتقعد العمر بقى مع حضرتك. ما فيش اي حاجه فيها. يعني تفضل معانا، نتوارثها اجيال فاجيال. ايه بقى ده اللي انا شايفه انا من ساعه ما دخلت وانا عاوز اعرف ايه ده؟ ده الكلام بقى لذيذ قوي. دي قطعه عشان التوازن لازم يبقى كبيره شويه عشان تدي توازن، تفضل محافظه على التوازن ما يقعش اللي فوق. ودي الراس بالحته دي كلها قطعه تانية. تمام. فده كله تقل حضرتك لو مسكتها. حضرتك ورينا كده الحركه اللي هو عملها. يعني ماشي اهي كده اهوت، وبعد كده اهي كله خشب طبيعي ما عدا ده العصايه ديت، وده خشب لكن ده يعني زي مدي فيه بلاستيك كده شويه يعني عشان ده يبقى خفيف. يلف معانا كده ومفيش لا مفيش اي مشاكل اهو. تمام. التوازن بتاعه 100%. دي الطبله بتاع المسحراتي. دي الطبله بتاعت المسحراتي، وانا كان عندي المسحراتي بس الحمد لله برضو اتباع. الحمد لله. فعملتها بس بشكل تاني جديد يعني كده، والوان جديده لسه دي بقى. لما تاخد طبقه الحمايه هتروح مديه هيكون ليها شكل افضل. نفس كمان اللمعه دي. هتبقى نفس اللمعه. ايه بقى ده شمعدان عاملاه برضه، ده خشب طبيعي بس ده لسه ما خدش الطبقه النهائيه بتاعته. لا لسه ما خدش، وما رضيتش الونه لان شكل الثمره فيه جميله جدا. لا استخسرت ان انا الونه يعني. حبيته بالشكل ده كده عادي. يبقى ده موجود وده موجود، يعني الاذواق المختلفه. انا لونت دول بس الحاجات ديت، يعني الناس طلبت مني انها تكون الوان وعشان المعارض كمان تكون فيها حاجه تجذب الناس يعني. لكن مثلا عندي ديت، شوف حضرتك دي انا ملونها اسطر، بص كده من عند ربنا اللون الاصفر مش انا. تمام. يعني هي اللون الاصفر هو واخد لون واحد أصلاً. هو التاتش بتاعتها هي الشجره نفسها. أيوة. عشان الطبقات بتاعتها من جوه. برافو عليك. فمش هتقبل مهما اديتها لون، هتفضل لونين كده، مش هتقبل اي لون. هنا بالشكل زي ما هو، لكن ضفتي الطبقه اللي هي بتعمل اللمعه اللي بنقول عليها ونحافظ عليه عشان احافظ على الشجره، لان ده شجر حي. فلو انا ما اديتوش الطبقه ديت ممكن يبقى يطلع ميه او ان هو يشقق معايا، فدي هتبقى مشكله مش هيعيش يعني. شوف باقي المنتجات كده مع بعض ايه اللي عامله. دي رسمه في الخشب. دي ده رسم بس صراحة دي صاحبتي وأختي هي اللي بترسم عليهم. هي بترسم كل حاجة بس برضو متعلقة بالبيئة يعني. احنا شايفين فريق عمل كده يعني، حد مسؤول عن المخرطة وحضرتك، وفي حد بيشتغل في الألوان. لا ده كله شغال معايا، ولادي في البيت وجوزي والعيلة. لا كله يعني، لأن احنا اللي بنعمل. لو عندنا بقى يعني طلبيات كبيرة بستعين بقى بناس تانية تروح معايا يعني، لكن غير كده احنا كأسرة نفضل بقى نساعد بعض ونعمل الحاجات دي. عامله على الدف الحاجات الجميله ديت، دي استاذه كريمه هي اللي بتعملها. عامله على الدف وعامله على الصواني وعامله العين الكبيره ديت. هي دي الماده ايه دي؟ مصنوعه من ايه؟ دي هي بقى تتكلم عليها احسن مني صراحه، يعني انا ليا في الخشب اكتر. نشوف هنتكلم في المواد التانية. فهي ليها في، لكن هي شغاله برضو خشب زي الحاجات ديت المعلقات. بص حضرتك احنا برضو دي خشب اهي، هي نفس الخشب فعاملنا معلقه. تتحط دعود. دعود اللي انا شايفه تحت دعود. دعود وجيتار وطبله ده خشب بقى طبيعي، واستعنا بيه بالليزر فعملناه الشكل دوت. شكله جميل جدا، وعلى فكره رغم انه صغير بس بياخد شغل جامد قوي. اعتقد الشغل على الاجزاء اللي تكون كل ما تبقى اصغر كل ما يكون اصعب. وعملت له اللي هو الاوتار بتاعته، واللون ده عشان يعني يلفت الانتباه شويه. دي اوتار حقيقي او يعني شبه الحقيقه يعني. ايوه. تمام. والبومبي بتاع ورا كده اهو، والجيتار نفس لا دي طبله بقى كمان ما قلتهالكش. طبله بقى خطيره. دي طبله متكامله حتى بال يعني فيها رباط بجلد. جلد وخيط.
يعني كل التوفيق لحضرتك. ربنا فعلا خليك. حاجات تشرفنا وتشرف كل يعني حرفي او صاحب حرفه يدويه، وده مهم جدا ان احنا نحافظ عليه عشان نحافظ على تراثنا فعلا بالنسبه لمصر. هو انا فعلا مع حضرتك ان انا اشتغلت على كبر يعني وانا كبيره، مش من وانا صغيره، بس موهوبه بالظبط، واخدت الحمد لله كورسات وبشهاده ناس فنانين. فوجئت ان انا دخلت اتجاه الفن، ان انا تبع الفنانين التشكيليين. انا صراحه كنت كل هم ان انا اعمل حاجه احافظ على البيئه وانزل بيها تبقى براند لطيف لاولادي واولاد ولادي. طب استاذه هدى، ازاي حضرتك يعني اولا عرفتي بمعرض ديارنا، وازاي او ايه هي الخطوات اللي عملتيها علشان تقدري يكون ليكي البارتيشن وتعرضي هنا في معرض ديارنا؟ هو صراحة بنتي هي اللي ساعدتني وهي اللي قدمت في معرض ديارنا، هي دخلت باسمها فعملتها لي مفاجأة هدية عيد الأم. جميل. فأنا أول مرة أنزل معرض ديارنا، كان قبل كده نزلت تراثنا. كلميني بقى عن العملية التنظيمية والعملية اللي شايفينها ازاي، وازاي بدأ التنظيم والتحضير للبارتيشن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. شوف حضرتك، أنا هكلمك بكل أمانة، أنا كان نفسي من زمان أدخل ديارنا فبس ما كنتش أعرف ازاي. فبعد كده لما لقيت على الابلكيشن على النت، فهي راحت بنتي قالت لي قدم يا مامي. قلت لها لا، ده اكيد الناس اللي فيه كل سنه هم ده اللي انا بقوله يعني. فسكت. فوجئت بقى بيها بتقول لي يلا انت جالك ديارنا ويلا عشان تيجي تشتركي. قلت لها ايه ده، طب انا ما قدمتش. قالت لا، انا قدمت لك باسمي وبعت صور منتجاتك وهم قبلوا كده. الناس هنا الحمد لله كويسة، وده طبعا فرصة للانتشار لينا. صحيح. والتسويق. أستاذة هدى السيد، شرفتينا في يوم سعيد على قناة المحور، وإن شاء الله كل التوفيق في المعرض.